السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سنتعرف على طريقة إنتاج طاقة كهربائية من الطين وبعض الوسائل البسيطة المتوفرة. فكما تشاهدون هنا، كل ما نحتاج بطارية، يعني بطارية مستعملة فارغة. سنقوم بفتحها واستخراج بعض العناصر الأساسية، لكن قبل ذلك أنصح باستعمال القفازات لتوفر البطارية على مواد سامة. إذا نبدأ بفتح البطارية باستعمال الأدوات كما تشاهدون. نزيل الغطاء في الآلة. إذا بعد إزالة الغطاء يظهر لنا قطعة الكربون. شاهدوا الصورة. يكون مفصولا عن القطعة المعدنية التي تحيط به بواسطة مادة كربونية سوداء. فنستعمل هذه الأداة حتى نقود الحديد، لنقوم بإكرارها. هنا نقوم بقص الجزء السفلي حتى نتمكن من استخراج قطعة الزنك أو الصفيحة المعدنية، لأننا سنحتاجها كذلك. سنقوم بقطعها بشكل طولي. إذا بعدما قمنا بقطعها، الآن نقوم بإفراغها من محتواها ونحتفظ بقضيب الكربون. حصلنا الآن على العنصرين الأساسيين اللذان يمثلان قطبي البطارية، الكاثود والأنود. نقوم بتوصيل الصفيحة المعدنية في سلك بعد إحداث الثقب، ونوصل كذلك قطعة الكربون في السلك أيضا. ثم نضع الإناء كيفما كان هذا الإناء يحتوي على تربة كيفما كان نوع التربة، لا يهم، فقط تربة. نقوم بسكب الماء حتى نخلط التربة بالماء وتصبح التربة مبللة بالماء. يمكننا هنا أن نستعمل مادة الحل، لكن إذا لم تتوفر فيمكن بكل بساطة استعمال الماء، فالماء كاف لنجاح التجربة. هنا كما ترون نضع القطعة المعدنية، نطمرها جيدا في التربة. نفس الشيء بالنسبة لقضيب الكربون في ذلك. وفقط لكي نتذكر القطب الموجب والقطب السالب، نضع عقدة في القطب الموجب في السلك الموجب، السلك المتصل بالقطب الكربوني، هذا في حالة عدم توفر أسلاك ملونة. أحضر الآن جهاز ملتيمتر لقياس شدة توتر التيار التي تنبعث الآن من هذا التركيب. نضع سلك السالب في السالب والموجب في الموجب. كما تلاحظون فجهاز الميزانات يشير إلى 1.114 فولت.
نحضر مصباح صغير لنرى ما إذا كان هذا التيار كافيا لتشغيل هذا المصباح. وكما ترون فالتيار ليس كافيا لإهاجة هذا المصباح. إذا هنا قمت بإعداد 5 أواني للحصول على تيار أقوى بعد جمع هذه الأواني ووضعها في تركيب على التوالي. إذا نحتفظ بسلك من الأسلاك، الموجب أو السالب لا يهم. إذا هنا نختار الموجب. إذا في القنينة التالية سنختار السالب. إذا الموجب مع السالب، ثم نواصل على هذا النهج. يتبقى لنا الموجب نربطه مع السالب بالنوع الآخر، وهكذا إلى أن نكمل السلسلة. إذا في الأخير نكون قد حصلنا في الأخير على سلك موجب من جهة وسلك سالب من الجهة الأخرى. نقوم الآن باستعمال جهاز المنتيمتر لقياس شدة التيار التي تنبعث الآن من التركيب. فكما العادة نضع سالب السالب، ثم نضع السلك الموجب في الموجب. إذا يتضح أن جهاز الملتيمتر يشير إلى 4.58، وهو تيار نوعا ما ضعيف. إذا هنا قمت بإضافة إناء آخر فأصبح 6، وتلاحظون أن التيار أصبح يشير إلى 5.40 فولت، وهي كافية لإنارة مصباح ليد صغير كما تلاحظون أمامكم. اشتعل المصباح بنجاح. إذا هنا سأقوم بفتح الطارة لتتأكدوا أن المصباح يشتعل من خلال الطاقة التي يستمدها من هذا التركيب، فكلما فصلت ينطفئ المصباح. الآن سنحاول تجربة مصباحين، سنرى ما إذا سيشتعلان. نعم، نجح الكاميرا. إذا كان هذا كل شيء، شكرا لكم على المشاهدة وإلى فيديو آخر.